عندي فلو كراميل. بسم الله. عندي نشاء الذرة جوج معالق، جوج معالق ديال السكر سنيده، الحلاوه على حسب الذوق، اللي بغى يدير حلاوه كندير ثلاثه ولا اربعه. كنت غندير طاش شكلاط، ما خاصني ضروري نقص شويه الحلاوه. دابا حنا غنخلطوا العناصر ديالنا، كاي اختار شويه وحنا معاكم. كما كتشوفوا انا درت الشوكولاط وغادي يذوب، ملي يذوب غنزيد عليه دانيت الشوكولاط. دابا غنديرو يبرد، ملي يبرد عاد غادي نزيدو عليه طبقة أخرى. حليب، جوج معالق سنيدة، وجوج معالق ديال النشا، وجوج معالق ديال الفلو والفاني. كيختاروا بغيتوما معايا وغتشوفوا الطبقه الثانيه، راه كيجي رائع، كيجي زوين. دابا هاد الطبقه الثانيه صافي، حطي كيجيو زوينين، كيجيو رائعين. ديالو ونتمنى لكم بالصحة والراحة ان شاء الله يا ربي، وجربوهم وردوا عليا، راه زوينين بزاف. لا عندنا قطبان ديال اللدن ونديرو عليهم الربيع، قزبرة ومعدنوس، قزبرة حبوب، شوية الإبزار، شوية سكينجبير، نص معلقة ديال الخرقوم. نص معلقة ديال الحميرة. عندنا الحار. شوية الملح، شوية ديال الثومة، عطنا عصير ديال الحامض، نص حامضة، هيدا هاد الزريعة ديالها. درنا القطبان، دابا حنا غندوزو الخضرة. عندنا اللوبيا درت فيها شويه جوج دراسات ديال الثومة والربيع والمعدنوس، شويه الملحة، شويه القزبر من فوق، شويه الإبزار. درت القزبر والمعدنوس، شويه القزبر كيجي زوين في الخضره، شويه الملح، شويه ديال الليسار، زيت الزيتون، هذا الرز الشحر،
ديال الثومه، درنا المعدنوس والقزبر بحال بحال الخضره كلها، كتجيب الثومه والقزبر والمعدنوس وزيت العود شويه الملحه والقزبر. شويه ديال الليزر، الطبق النهائي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم بالصحة والراحة واش ما تمنيتو. هاد التحليات ديالي ها هما، ها هما كيفاش يجيو، هانتوما ها هي بالصحة والراحة. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش شجعوني، وما تنسونيش من اللايكات، وبالسلامة عليكم وفيديو مقبل ان شاء الله، وبالصحة والراحة.